يعني العالم الإسلامي بمنتهى الصراحة، نحن أولا نؤمن أن قضية فلسطين في وجدان كل أبناء الأمة العربية والإسلامية، ونحن لا نحتاج في أن نشق على قلب أي كان، طفلا كان أو شابا أو شابة أو رجلا أو امرأة أو عجوزا رجلا كان أم أنثى أو ذكرا أم أنثى، لأننا نؤمن أن فلسطين جزء من جينات أبناء الأمة العربية والإسلامية. ولكن بمنتهى الصراحة الدور الذي تطلع به الحكومات والنظام الرسمي في الدول الإسلامية يمكنه أن يؤدي دورا أعلى مما هو قائم حتى الآن. ومعلوم للجميع، ربما أجيالكم لا تذكر أو لم تقرأ ذلك، أن منظمة التعاون الإسلامي بذاتها قد أنشئت عقب محاولة إحراق المسجد الأقصى عام 1969، بعد 50 عام أو 53 عام من تشكيل هذه المنظمة لم تحقق الهدف الأساسي الذي قد أنشئت بفعله، وربما اتجهت لاتجاهات أخرى. بكل حال نحن نرغب ولا نقول نرضى، ولكننا لا نؤنب أحدا على أن دوره لم يكتمل، ونرغب في أن تكتمل أدوار الأمة العربية والإسلامية دفاعا عن فلسطين وحريتها، وأن تقوم الأمة باستخدام كل منافذ ومراكز القوة التي تتوفر لها، سواء كانت اقتصادية أو دبلوماسية أو جغرافية أو في الموارد العامة أو في العلاقات الثنائية الدولية، من أجل أن يتم تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زاير تيب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.